وتعرف قد ايه، وتبدأ الهيئة الوطنية تفحص التأييدات مظبوطة ولا لا، صحيحة ولا لا، فيها حاجة متكررة ولا لا، تفحص كل اللي راح النهاردة زيه زي اي حد. ده القانون بيلزم هذه اللجنة تعمل كده، يعني اللجنة مش هتجامل حد. والمشهد القانوني اللي السيد الرئيس قدم الطلب وقدم هذه الاوراق والتوكيلات والكشف الطبي اللي اتعمل امبارح، كل هذه الامور يقدم للجنه، ثم اللجنه بعد كده هتقول ايوه هل الاوراق كذا، وتقول موقف وتقول قرار رسمي حوالين هذه التأييدات. كنت اتمنى واتمنى لحد يوم الاثنين ان يكون عندنا اكتر من مرشح، واحد اثنين خمسه. الموضوع مش قاصر ولا حكر على حد، انتخابات مفتوحه، ودي ديمقراطيه في البلد. لكن النهارده الصوره اللي موجوده قدام الناس انه يا جماعه اتمنعنا، انه يا جماعه احنا مش رايحين، وناس تانية تبدا تقول لك قصه وتشكيك.